الحسين يحسب له المجهود الفني الكبير جدا في هذه اللحظة. الكرة العرضية القادمة للخلف لماريا، هذه المرة يسراه أصابت السباك، يسراه أصابت المرمى يسراه، وضعت الريال في الربع النهائي بكلتا قدميه. ريال مدريد يصل، ريال مدريد يتألق الملوك في ليلة ساحرة، والريال يمضي نحو الوصول لربع نهائي كوبا دي ري، وهنا صفحة وانطوت.